إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. لا نعارض ترشيح الأستاذ جمال مبارك مثله مثل أي مواطن مصري. عانت جماعة الإخوان المسلمين من ظلم هذا الطاغوت. نتمنى أن الأب حسني مبارك ينظر إلى أبنائه. أننا لن نرشح واحد من الإخوان المسلمين، وبررنا هذا بوضوح، وكنا صادقين وما زلنا صادقين وسنظل صادقين. إحنا طلاب سلطة، نعم أقولها وبملء فيا. الفائز بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية هو السيد الدكتور محمد مرسي عيسى العياض. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون. دماء المصريين غالية علي جدا جدا. وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. نحن يا أخوان المصريين لحل مشكلة حلايب، ونحن بنقول حلايب هي سودانية. أعهد أن أعمل جادا وبأسرع وقت ممكن لحل 5 مشاكل يومية: إعادة الأمن والاستقرار، وضبط المرور وتوفير الوقود، وتحسين رغيف العيش، وحل مشكلة القمامة. حرية التعبير عن الرأي، حرية الرأي، الرأي والرأي الآخر، الإعلام، رجال الإعلام. هو بنفسه لاحق بالبلاغات عدد من الكتاب ومن الإعلاميين ومنهم العبد لله. عندك استوديو 27 تم وقفه. الكلام اللي يقول لك في أخوانا للإعلام يا ريت عندي. وما زلنا مع نشرة الإخوانية. طلعت لنا قرار من النائب العام الملاكي بتاعك بإلقاء القبض عليه. هو انت مش غير ان انا احمل كفني النهارده. شكل الجمعية بما يضمن انها تضم كافة اطياف المجتمع المصري بشكل عادل، خاصة فيما يتعلق بالتمثيل الجغرافي والمرأة والأخبار. هو ده بالضبط اللي موجود هنا. وان يمثل اساتذة القانون والعلوم السياسية والخبراء والى اخره. انا موافق على كل ده. مش عارف ايه ضمير المواطنة المصرية اللي يجعلها تنسحب من مثل هذا العمل اللي ان شاء الله هيصفر بحروف من نور في تاريخ مصر. هذه المؤسسة احرص على ان تبقى مستقلة. لا مصاصي الدماء مشعل الحروب احفاد القردة والخنازير. ولذلك يجب ان تقطع جميع العلاقات من اي نوع كانت مع هذا الكيان الغاصب المجرم. أعلن الطب الشرعي منذ دقائق أنه تقرير الصفة التشريحية كشف عن أنه توفي نتيجة عدد الطيار. الفريق الأول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى تكوينه العسكري المتميز ايضا، لديه عقليه هندسيه متميزه ايضا. يعني عبد الفتاح السيسي الان يورطكم حتى لا يكون الجاني الوحيد. فقدم الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يصلي، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: بل يصلي بكم الرئيس محمد مرسي. في خبر بيقول ان بشار الاسد مات دلوقتي. المعلومه الثانيه بتقول ان هو هرب بره سوريا. حمل التحالف الوطني لدعم الشرعية من سماهم قادة الانقلاب المسؤولية الجنائية عن كافة الجرائم التي ترتكب بحق المصريين.